اهلا اهلا بحضراتكم، وتعالوا كده نبدا بخبر رياضي. ايه رايكم؟ خبر كله بهجه وايجابيه. توج المنتخب الوطني للجودو بكاس البطوله الافريقيه للناشئين والمقامه حاليا في مدغشقر، وذلك بمشاركه عدد كبير من منتخبات القاره السمراء، وحصد منتخبنا الوطني المركز الاول في البطوله بعد الفوز ب 15 ميداليه متنوعه بواقع 8 ذهبيات وفضيتين وخمس برونزيات. وطبعا الصوره بتقول العلم المصري اهو منور، والحقيقة التتويج رائع جدا لمنتخب الجودو. شهدت بطولة أفريقيا للناشئين زي ما احنا عارفين مشاركة 18 منتخب بإجمالي للمنتخبات اللعيبة، يعني 118 لاعبا ولاعبة بواقع 62 لاعبا و57 لاعبة. طبعا الصور الحقيقة مبهجة وجميلة، وعلم مصر منور. تحية لمنتخب الجودو. مزيد من التفاصيل يطلعنا بيها دكتور أحمد صبرا عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو. مساء الخير يا دكتور ومبروك. الله يبارك في حضرتك أستاذ شفقي، وطبعا بنشكر القناة الأولى، القناة المصرية الداعمة للرياضة المصرية بوجه عام والألعاب الفردية ورياضة الجودو بوجه خاص. أكيد كلمنا على الصور الحلوة دي والمشاركات والتقدم الرائع لمنتخب مصر. طبعا في البداية بحب أشكر القادة السياسية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعم الدائم للرياضه المصريه، وطبعا ده اوضح في نتائج الرياضه المصريه بوجه عام على الفئات العمريه بجميع الفئات العمريه، وطبعا الطفره الرياضيه والانشائيه البنيه التحتيه اللي اهلتنا ان احنا نقدر نوصل لهذه المستويات من التدريبات او من خلال استضافه البطولات والاحداث الرياضيه داخل مصر. طبعا البطوله الافريقيه اللي فاتت كنا في مدغشقر، دي بطوله شباب وبطوله ناشئين. الحمد لله رب العالمين احنا فزنا بالمركز الاول. طبعا في الشباب حصلنا على 14 ميداليه، خمس ذهبيات وست فضيات وثلاث برونزيات. بالنسبه لمرحله الناشئين فزنا بالمركز الاول وحصلنا 15 ميداليه، ثمان ذهبيات وفضيتين وخمس برونزيات. الحمد لله رب العالمين بعد البطوله ديت قدر اللعيبه المصريين يصعد تصنيفهم الدولي، وعندنا ثلاث لاعبين بقوا مصنفين رقم 2 على العالم، الحمد لله رب العالمين. تمام، وشايفه في الصوره فتيات هم وفي كده بهجه حلوه. قول لي مين الدول اللي بتنافس مصر في الجودو؟ يعني احنا متقدمين بس مين المنافسين كمان؟ طبعا القاره السمراء في رياضه الجودو المنافسين طبعا هم دول شمال افريقيا، الجزائر وتونس والمغرب. تمام. وفي وسط افريقيا انجولا والكاميرون والسنغال. فإذا نقدر نقول إن الجودو أفريقي جدا، يعني نسبة الدول المتقدمة فيه معظمها من أفريقيا. طبعا طبعا. طيب ده شيء جميل، احنا بنشكرك جدا، تحياتنا للمنتخب وتحياتنا لكل اللعيبة وكل الناس اللي موجودة واللي رفع علم مصر بهذه الطاقة الرياضية الجميلة، منتخب الجودو اللي بيحقق هذا التقدم على المنتخبات. بشكرك جزيلا دكتور أحمد صبرا عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو.